نشوف كده الحالة دي. medical student 24 year old begin her first clinical rotation. We eagerly awaiting the chance to apply her medical knowledge to real patient. عايزة تبدأ تطبق اللي أخذته. She also hopes to identify physician role models. ماشي يعني عشان يعرفني بس بيتكلم عن إيه. On her first rotation she is disappointed to find that her attending is miserable. الصورة اللي خدتها في الأول ما هيش كويسة يعني. بتتجول ما بين البيشنت رومز، بتتكلم مع البيشنت وبتعمل مينيمال اكزامينيشن، اغلب وقتها بتقضيه مع الالكترونيك هيلث ريكورد، ما بتشوفش البيشنت وما بتعملش انكاونترز كتير يعني. هي هنا طبعا هو بيتكلم عن الجزء بتاع مش الاسكس بقى، الدكتور بيشنت ريليشن شيب والفيزيشن رول، الجزء ده بتاع فيرست اكتر، فاحنا عشان مش ده الكونسيرن بتاعنا فاحنا هنعدي عليه سريعا. في الاصدار اللي كان قبل ده الاصدار الرابع كان جايب برضو ميديكال اسكس في البريجننسي في الادوليسنس، الحمل في سن المراهقه يعني، برضو بيقابلني اسكال ايشو بتعامل معها ازاي، فهو بيعرفني المين اسكس والحاجات الاساسيه اللي هتتدخل مع بعضها وازاي احل المشكله دي واطلع بافضل طريقه اتعامل بيها مع البيشنت. هنا هيتكلم عن الدكتور بيشنت ريليشن شيب، بيقول في نهايه يوم تقيل يعني في الشغل، هي ريجريتس بيكومينج ا فيزيشن، وبتقول انا اي يوز تو سي بيشنتس، وبعدين دلوقتي انا بتعامل مع الكمبيوتر سكرين زي ما قلنا في الالكترونيك ميديكال ريكورد، المفروض ان الوقت اللي هي بتقضيه مع كل بيشنت يبقى كافي. هي الوقت عايزه تشوف الايفيدنس في استخدام الميديكال ريكوردز يعني. والسؤال اللي هو بيساله ايه السندروم اللي عند البيشنت دي، سمعنا عنها قبل كده؟ لا بصراحة ما سمعتش. بيرن اوت، هي ما بتجيش في الاسئلة كتير، بس يعني لو حد شاف الريسيرش انا دفنت نفسي بالحياة. انا ما كنتش عارفة الاسم. هو ده اللي احنا بنحسه، بس انا شفت ناس كتير كده. ودي على فكرة ما لقوا في الريسيرش ان هي في اكتر ناس بيحصلون بيرن اوت دول اللي بيشتغلوا في البرايمري كير، لأنه بيشوف عدد كبير من البيشنت بيتعامل مع حالات لسه السيمتومز فيها بريميتيف، الورك لود بيبقى اوفرلودد يعني زي الحالة دي كده، بيتعامل مع المفروض بره طبعا أكتر مع الإلكترونيك هيلث ريكورد بكل التعقيدات اللي فيها، فبيحصل بيرن اوت. السيمتومز بتاعتها طبعا الإكزورشن بالذات في نهايته مرتبط بأيام العمل يعني. أي حد فينا بالذات الناس كمان اللي هم مش زي الحالة اللي عندنا دي كده، ما هماش محبين للمجال الطبي يعني، بيبقى يوم الشغل ده بالنسبة له يوم عصيب كأنه يوم امتحان يعني، فهي دي بيسموها البيرن اوت. لو سمعنا عنها او جاء عليها سؤال كده كتير يعني، اكتر من واحدة بالذات في ميل خد الطب الأسرة وندمت. أيوه. بسبب الوضع ده قبل ما تسيبه بقى كان عندها البيرن اوت. هي ده السبب والله بجد انا بسمع الكلمة دي اللي هو ما فيش اي بروجريس، انا هفضل عمري كله في نفس المجال. بالظبط، عشان هو ما فيش اهتمام بالتعليم الطبي في المجال ده بالذات، فهو بيحس ان الحالات مش عارف حاجه في الكليه اصلا. فلا يعني هو الموضوع فيه تقليل طبعا للتخصص زيها فظيع، ان احنا بنتخرج ما نعرفش عنه حاجه، اذا اعتبره تخصص اصلا يعني. بالظبط. يعني ده بس الجزء ده، انا كنت هجيب الحته بتاع الاسكس من الكتاب التاني بس مش مشكله عشان ما نضيعش فيها وقت يعني. طبعا هنا في الحاله دي هيكلمنا عن الفاكتورز اللي بتزود حكايه البيرن اوت دي، فاحنا مش محتاجين احنا، بس لو جه عليها سؤال ولقيته مركز على الفيزيشن في الغالب بيبقى بيسال على البيرن اوت سندروم دي، هم مهتمين بيها لان زي ما قلنا في الريسنت ريسيرش يعني هي موجوده اكتر في البرايمري كير فيزيشنز، فهو المفروض ان احنا نبقى عارفينها وملمين بيها، وازاي امنع ان انا ادخل فيها اصلا في البيرن اوت سندروم دي قبل ما تحصل تبقى استابليشت، زي ان انا بس يبقى اهم حاجه يعني من الاخر يعني يبقى عندي وعي ذاتي، اول ما ابدا احس ان انا دخلت في البيرن اوت سندروم او انا داخل عليها
ابدا اقف واعيد تاني الحسابات، اشوف ايه السبب اللي دخلني فيها، هل هو الورك لود اللي عليا، ولا هل هو الديساتسفاكشن او قله التعليم والكفاءه الطبيه يعني، ولا هو السبب في اختيار المجال نفسه من البدايه. بس يعني هو ده المهم يعني. هنفوت الجزء بتاع الأسئلة زي ما قلنا، لأن هي دي مش من الحاجات المهمة بالنسبة لي يعني. ندخل على اللي بعدها على طول، دي حالة مهمة بقى رقم 9 دي. female patient 65 سنة عندها worsening of shortness of breath يعني ديزنيا بتسوق مع الوقت، ومعها كمان palpitation، وكل الشكوى دي حصلت في مدة أسبوع. ناخد بالنا احنا بنتكلم في سن 65 جيرياتريك، وهنا انا عندي حاجه انسيديوس اكيوت او صب اكيوت. الشكوى فيلينج ديزي اون اند اوف فور ذا باست يير. الديزنس از اسوسييتد ويز ويكنس، معها وورسنينج سيمتومز في اخر شهر. يبقى هي سيكونس كده، ان انا في خلال السنه اللي فاتت كان دايما بيجي لي نوبات من الدوخه، بعد كده في خلال اخر شهر بدا يجي لي احساس بالويكنس، وبعد كده في اخر اسبوع بدا يجي كمان ديزني. الباترن ده بتاع ايه يعني؟ اول حاجه نفكر فيها ايه؟ كرونيك مايلد لوكيميا. نعم ده حضرتك دخلت في التشخيص. لا يعني في البدايه كده هي ماشي، ممكن ديفرنشال دايجنوزس منها اللوكيميا، بس ايه السبب اللي عمل لي الديزنس في الاول وبعد كده بدا يحصل ويكنس وبعد كده بدا كمان يبقى فيه ديزني، لو فرضنا ان حتى لوكيميا؟ البانسايتوبينيا بيبدا تقريبا في بيبدا بالتدريج، واحد الاول الوايت بلاد سيلز وبعدين النيتروفيلز وحاجات كده، صح؟ بالظبط. الحته بقى اللي هتبدا تظهر السيمتومز، طبعا لو بنتكلم عن لوكيميا في 3 اليمنتس، الريكيرنت انفيكشن هو هنا لسه مش متقاله يعني، وامكانا لسه مش بقول تشخيصها لوكيميا ولا حاجه، بس انا بقول يعني لو هنمشي حتى بالفكره دي، العلامات دي او الاعراض بتاع الانيميا. يهمني ان انا في الجيرياتريك بيشنت الانيميا احيانا ما بتجيش بالشكل التيبيكال اللي انا متعود عليه، خصوصا ان الناس بتتعامل زي ما هو هيقول لي كمان شويه مع السيمتومز دي في الناس في الفئه العمريه دي، ان دي من البروسس بتاع الايدجينج نفسه. حد كبير في السن بقى فبدا يحس بدوخه وبدا يبقى منهك وتعبان، بس اول حاجه تثير الانتباه ان لا ده بدا يحصل ديزنيا، دي مش من الحاجه النورمال. فممكن تكون الانيميا في بدايتها، بس الشكوى بتاعتها في جيرياتريك بيشنت لو ما حكاليش الهيستوري اللي فات يجي بديزنيا. فديزنيا في اولد ايج بفكر طبعا في كل الاسباب الكارديو ريسبيراتوري، بس ما انساش الانيميا. نكمل، هي الحاله بتقول شي has been feeling too tired. لو بس السطر الثاني اللي هو worsening shortness of breath and palpitation لمده اسبوع، ايه الديفرنشال دايجنوستيك بتاع السطر ده؟ اللي هو اما بدات تحس ببالبيتيشن وديزنيا في اسبوع، ايه اول حاجه هتيجي في دماغي؟ الاسباب الكارديوفاسكولار اول حاجه، ان انا معايا بالبتر من اول الاسكيميا لحد الاريزميا بتعمل كده، كل دي حاجات ممكن تحصل انسيديوس او اكيوت زي دي كده. ممكن تبقى بالمونري امبوليزم. طب يا دكتور البالمونري امبوليزم والحاجات دي بتفضل اسبوع؟ هي بتظهر يعني طبعا هنا عشان ما بغض النظر عن الفترة السابقة اللي احنا ما قررناها من دلوقتي، هي احيانا السيمتومز بتاعتها بتظهر سابقة اكيوت زي كده يعني. حضرتك متخيلة الامبوليزم هتظهر في دقايق، وده مش صحيح. بالمونري امبوليزم ممكن تبدأ في البداية بنيضة صغيرة حصل فيها امبولاي، وبعد كده تبدأ تبقى بروجريس وتكمل في البالمونري تري كله الفاسكولار يعني تري بتاعه، لغاية ما تاخد لارج اريا، وبعدين تبدأ تعمل لي ديزنيا، ممكن كمان شوية تعمل لي بالبتيشن. فمدة الأسبوع ممكن تكون كافية أن يحصل السيكونس بتاع الإيفنت ده في البلمونر إمبوليزم. تمام؟
تمام يا دكتور. فإنها تشتكي من tiredness, even walk to the backyard and water his floor. بدنا بتروح تسقي الزرع دي بحاجات بتبقى بعملها بمشقة يعني, لأن مع إنها قبل كده كانت بتعملها بسهولة. She has been so dizzy walking upstairs at home that she moved downstairs to the guest room about a week ago. كل برضو شكوة الديزني دي واضح إنها في خلال الأسبوع الأخير. عملت review system, لقيت نيبين بتاخد أسبرين وإيبوبروفين ليه, مفيش حاجة تانية نيجاتيف, مفيش significant medical history, ما زارتش أي طبيب لعدة سنوات سابقة. في العادة بتاعتها نورمال والومن examination, وعملت كولونوسكوبي من آخر 5 سنين, ودي حتة للتضليل يعني ناخد بالنا منها. يعني ما يقول لي في بيشنت مش بيتابع دكتور, بس هو عامل السكرينينج تيستس بتاعته في مواعيدها, ممكن حد يتصور ان دي كافية انها تستبعد لي المشكلة, بس هي معمولة زي ما بقول للتضليل يعني. خصوصا ان انا عندي سيمتومز, وزي ما قلنا اول حاجة بتتحط في ذهن الانيميا, واول سبب طبعا للانيميا في الاولد ايج, او اول حاجة اخاف منها ايه؟ كانسر كولون بالضبط. الجي اي بليدنج عموما, اي بليدنج مصدره الجي اي طبعا على رأسها الكانسر كولون, دي الحاجة الاخطر اللي انا بحاول هستبعدها اول ما الاقي في انيميا, وزي ما نشوف في السيكونس دلوقتي واحنا ماشيين يعني. هي اوكيجن هي الكحوليك, ما فيش توباكو او دراج يوز, شي از ماريد, شو كيبر الشغلانه بتاعتها, نو اكزامينيشن, البلود بريشر 150 85, ده ستيج كام؟ تو بيبدأ من 160 على 100. هي طلعت انا لسه دي كده لسه الدايستوليك تحت ال 90, دي ستيج 1. دي لسه ستيج 1 بالظبط, اللي هي زي برضو الشيء بشيء يذكر ان هنا في المرحله دي لو انا فرضا ان دي حاله هايبرتنشن, انا هنا عندي في التريتمنت على خيارين. اول حاجه ان انا ما اديش اصلا تريتمنت, استنى لحد ما اوصل ستيج 2 يعني, وابدا لايف ستايل موديفيكيشن من 3 ل 6 شهور زي ما احنا عارفين, واعمل ري اسسمنت تاني. لو في استجابه والضغط بينزل خلاص, ما فيش استجابه ببدا الميديكال تريتمنت بواحد من الثلاثه الاشهر, الاي طبعا, البي البيتا بلوكر, والسي والدي, الاي سي انهبيتورز, كالسيوم شانل بلوكرز, دايوريتكس. ما ببداش بالبيتا بلوكر, اي واحد فيهم بينفع. دخلنا في ستيج 2 بدي طبعا مباشره, لو البيشنت دي فرضا ان الاياس بتاعها مثلا 165 على 100, يبقى انا كده دخلت في ستيج 2, يبقى انا ببدا تو دراجز من البدايه, اي كومباينيشن برضو من نفس الثلاثه اللي احنا قلناهم. دايوريتكس مع ايس او دايوريتكس مع يعني هو افضل حاجه دايما الايس هو اللي بنبدا بيه لو العيان ما عندوش كوموربيديتيز ثانيه يعني. بالظبط. وحته برضو كمان في جروب كده من البيشنت ما بيستجيبش للايس انهيبيتور من البدايه, وان كان برضو انا بجربه معاهم, بس ابقى عارف ان الاستجابه مش هتبقى كويسه, الناس ذوي البشره السمراء في العاده ما بيستجيبوش للايس انهيبيتورز, فانا في البيشنت دول بفضل الدايوريتك او الكالسيوم شانل بلوكر من البدايه يعني. تمام. البلس 98, الريسبيراتوري 20, تمبريتشر 37.1, ساتوريشن 99 on room air, ودي الحتة اللي هتلفت نظري ان بيشنت ديزنك ومع ذلك الساتوريشن 99. كل الكلام اللي كان ماشي في الكيس لحد مثلا الضغط كمان والبلس كله بيقول ان هي سكيمك. تمشي سكيمك عشان يعني ان هي ما بقتش تقدر تطلع السلم, بقت قاعدة تحت ليها اسبوع بسبب الالم بتاع الديسنيا يعني والشورتنس اوف بريس. بس كمان موضوع الاوستيو ارثرايتس والني بين, هي انا ممكن اقول عليها اسكيميك, بس هي جايه بشكل اتيبيكال, لان طبعا اهم حاجه في الاسكيميا في الشخص اللي في السن الاصغر هي البين, شيست بين. هنا في الايدج جروب دي انا البين انا متوقع فعلا ان انا ما لاقيهوش في البدايه, ممكن تكون كل الشكوى لحد عنده اسكيميا هبه برضه للبزنس, فده من الديفرنشال دايجنوزس يعني.
بس هو عشان انا ما ادخلش في وايد ديفرنشال داينوز، انا احط الاهم في الاقل اهميه. تمام. ديز فاولها بفكر في الانيميا واسبابها يعني. طيب significant finding later في الاكزامينيشن، هي بدات تنور بقى كونجنكتيفال بلور، وفي مايل تندرنس وز ديب بالبيشن للابيجاستريك والليفت ابر كوادرانت ريجن اوف ذا ابدومين. هنا جمله زي دي تخليني احط ايدي على قلبي على طول. نورمال باول ساوند، مفيش اورجان وميجالي، وكمان لقيت بوزيتيف ستول جواك تيست. الجواك تيست ده اللي هو ايه؟ فيك الاوكال طبلط. زي فبرضو ايجابي ان في بليدنج جي اي تي معايا مايل تندرنس، والحته برضو مهمه كونجنكتيفال بلور دي من الحلمات المهمه للانيميا. هو زي ما نشوف كمان شويه بيقول ان يعني غالبا تبقى الانيميا تصعب في اقل. هنا في حاجه خدت بالي منها، هو حضرتك قصدك ان هي ممكن تكون انيميك هارت فيلير؟ يعني هي دي انيميك هارت فيلير نتيجه غالبا جي اي تي بليدنج على رأس الجي اي تي بليدنج. دلوقتي لما جمعت الكلام جنب بعض مع البلود بريشر مع البالوب اي والمالد تندرنس بس ديب بالبيشن دي بالظبط. وعلى فكرة بقى يعني عشان ما نسهل عن نفسنا يعني الثلاثي ده، الصورة معلش هترجع تاني، هو الثلاثي اللي احنا قلناه ده الانيميا معاها جي اي مانيفستيشن معاها ديزنيا، ده اشهر ثلاثي انا او ريد فلاج انا بدور عليه اصلا في الجيرياتريك بيوليشن يعني. فانا وانس ان انا لقيته انا بكمل الانفستيجيشن. اه وديسني فعلا يعني الواحد بيشوف حالات كتير فعلا اولد ايج كده بالظبط. فالمفروض ان انا يعني مجرد ان بيشنت بدأت تشتكي من ديزنس حتى قبل الديزني، هي المرحلة اللي كانت قبل السيمتومز اللي ظهرت معايا دي، وبدأت كمان تدخل في نوبات الديزني، أنا على طول بعمل السي بي سي أشوف الأنيميا واصلة لكام. لقيت أنيميا في أولد إيج، شكرا أنا كده لازم أستبعد الجي آي بليدنج، هذا الفيرست كوز والريد فلاج الرئيسي اللي ممكن أول ظهور للكولون كانسر بالشكل ده يعني. حتى لو زي في الكيس اللي عندنا هنا كده هي عاملة الكولونوسكوبي من 5 سنين. ايه الاسئلة بقى؟ الاسئلة بيقول لي ايه الموست لايكلي دايجنوزس بعد ما عملناه، طبعا هو بيقول لي الريمايندر اوف اكزامينيشن ما فيش فيه حاجة. انيميك هارت فيلير بالظبط. ايه النيكست؟ انا مش عارف صح، هو الايكو كارديوجرافي هو انسب حاجه ليها؟ هو انا اهم بالنسبه لي الارت فيلير ولا الانيميا؟ ان انا اعمل سي بي سي اول حاجه. ايوه صحيح. وبعد كده اي سي جي ممكن عشان استبعد الكاردياكوزس، وده كويس يعني ممكن يكون برضو ام اي وبجاي بقى تيبيكال سيمتومز يعني. بس انا عندي حاجه، عندي حاجه مهمه، بوزيتيف ستول وايك تيست في جي اي بليدنج، ده في الجايد لاينز بالذات بره ان يقول لك وانس ان انت شكيت زي ما هو مكتوب هنا كده لازم اعمل ادر ولور اندوسكوبي. الحمد لله كاتب اي سي جي. اه بالظبط. لان انا الاجزاء او المشكله اللي كنت معاك ان انا اعرف الموضوع جنرالايزد ولا لوكالايزد اللي هو تحليل السيوله يعني. بس فهي دي طريقه التفكير. انا بيشنت جايالي ديزني وبعد كده عمل بيزنس ولقيت فيه كونجنكتيفال بالور، زي ما قلنا البالور ده في الغالب لما بيظهر في الكونجنكتيفال يبقى الانيميا بدات تنزل 9 فاقل، يبقى انا لازم اعمل اول حاجه السي بي سي وبعد كده اعمل اي سي جي زي ما حضرتك قلت. لو انا شاكك في كاردياك كوزس او عندي اريزميا ممكن اشوف هل هي بليدنج جنرال او لوكال فعلا، فاعمل بروس رومبل والبارشال رومبل بلاستين تايم.
بعد كده النكست ستيب مباشرة وانس ان انا شخصت انها انيميا وما لقيتش اي اسباب اخرى، وحتى لو لقيت وده في الجايد لاينز انيميا في الاولد ايج means جي اي بليدنج until proved otherwise، فعلى الاقل خالص احوله للجاسترو انترولست هو بقى يقرر هيحتاج الاندوسكوب ولا لا. تمام كده؟ تمام. هو هنا بيتكلم على التايبس اوف انيميا، بس الجدول ده عشان هو مهم وبرضه بيجي عليه اسئله التفرقه ما بين الايرن ديفيشنسي انيميا والانيميا اوف كرونيك ديزيز باستخدام الماركرز الايرن توتال ايرن بارنج كاباسيتي والترانسفيرين ساتوريشن وسيرم فيريتين. ايه اهم واحد فيهم في الدول للتفرقه؟ واضح من كده للتوتال ايرن بارنج كاباسيتي. هو ممكن وواضح فعلا الفرق بينهم. انا مش مذاكر الكلام ده. التوتال ايرن بارنج كاباسيتي يعني بالبديهه كده الاماكن اللي الايرن المفروض بيبقى محمول فيها على البروتينز او الريسبتورز بتاعته. في الايرن ديفيشنسي انا متوقع ان ما فيش ايرن فالاماكن دي فاضيه فالتوتال ايرن بارنج كاباسيتي بقى هاي. الانيميا اوف كرونيك ديزيز او الكرونيك انفلاميشن، ايه المشكله هنا بقى؟ يعني الايرن ديفيشنسي من اسمها عرفناها خلاص المشكله في الايرن ما فيش ايرن. الكرونيك انفلاميشن او كرونيك ديزيز بيعمل ايه؟ بيقلل الابزوربشن. هو مش بالظبط الابزوربشن بس هو بيقلل الافيلابيليتي بتاع الايرن، يعني هو الايرن موجود بس الجسم مش قادر يستخدمه بالذات البون مارو عشان انتاج الار بي سيز. في ميدياتورز بتحول دون الحكايه دي، فانا هبقى متوقع ايه من حاجه زي كده؟ ان ممكن الايرن نورمال لما اجي اقيسه الايرن موجود بس مش عارف يوصل، انما الايرن ديفيشنسي الايرن قليل. التوتال ايرن بايند كاباسيتي زي ما قلنا الاماكن فاضيه فهي بتبقى هاي. بالنسبه للانيميا اوف كرونيك انفلاميشن الايرن موجود ومحتل المواقع بتاعته فهيبقى له. ترانسفيرين ساتوريشن شبيه بالايرن فهلاقي هلاقيه لو، ولو قسته في الانيميا وفي كرونيك ديزيز ممكن الاقيه نورمال او لو زيه فمش هيستخدم في التفرقه خالص. يعني اهم واحد بالنسبه لي هو الفيريتين. شكيت وانس ان انا شكيت في انيميا وانا بعالج على انها ايرن ديفيشنسي وما لقيتش استجابه نيكست ستيب على طول اعمل السيرم فيريتين. لقيته قليل يبقى دي ايرن ديفيشنسي من الاسم، هو لقيته نورمال او عالي يبقى دي انيميا اوف كرونيك انفلاميشن الايرن موجود ومش عارف يوصل للمكان. سهله كده؟ تمام. زي ما قلنا اول كونجنكتيفال بلور بيعني ان هنا الهيموجلوبين 9 فاقل فدي سيجنيفيكانت سيمتوم اذا لقيتها طبعا بالذات في اولد ايج انا بتعامل معاه لانه انيميا حتى لو ما عملش سي بي سي. أنا بيتكلم عن الايرن سبلمنتيشن لو في حاله ايرن ديفيشنسي ودي حاجه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. اليمنتال ايرن المفروض 65 ثلاث مرات في اليوم وده الاوبتيمال دوز يعني بالاولر روت. وفي ممكن استخدم حاجه سريعه عشان يعني الواحد مش عايز يدخل في التفاصيل كلها، بس هو عموما لو اقل من 7 يبقى كده دي بلاد ترانسفيوجن. ايوه من 7 ل 9 ده كده اي في بالظبط. هي فكرة 9 و10 دي هي اللي بتلخبطني. يعني انا بلاقي ناس فوق ال10 بتدي علاج اورال تحت ال10 بتدي اي في. ال10 بعيد قوي يعني ما انا بحس ان يعني انا لو لقيته تحت ال9 انا بالنسبه لي انا يعني الحالات اللي بشوفها لا لو تحت ال9 يعني بدا من 9 ممكن فعلا افكر في الاي في. هو انا بدي له اورال بصراحه. هو طبعا هم ما بيفضلوش الاي في عموما موضوع الانترافينوس. هو اللي بيتجرأ عشان ما شافش السايد افكت ما حصلش مع حد انافيلاكسس خطير وهو بيدي الاي في فمتخيل انه بسيط. لو شافها مره هيخاف يستعمله تاني. ليه؟ لان دي بيشنت معلش يعني هي انا ممكن كنت اديها اورال يعني بالذات الابيوز يعني دكاتره بشري يعني في الوحدات عندنا. لا في ناس كتير يعني ممكن عادي اللي هو واحده 10 و11 وهي مش بريجننت ومش ايرجنت 10 11 وليه نديها اورال مثلا او الاورال ده خلصان او غالي؟ لا لا هي تاخد فان وتبقى تمام.
ايوه، ما انا بقول عشان هو ما شافش السايد افكت، وفي نفس الوقت مشكله الانترافينوس الايرن ان انا حتى ما اعرفش اعمل اختبار حساسيه قبله، يعني انا ما اقدرش اتاكد بنسبه كبيره ان انا والله اقدر ادي الايرن ده سيفلي ده ومش شعب هيحصل لي بهلاوي مشكله. بيحطوا ديكس على المحلول، اه حط ديكسه وربنا يسترها معاك. اي حاجة حط لا لها ديكس. هو بتعدي، بس يعني لو حصلت مره كارثه. يعني ايوه فعلا، طبعا الاي ام ما بس بيتاخدش ما هي خالص عشان النقطة دي يعني اللي هي بتاعت العلاج نفسه. فالاي في ام هو ما بيفضلوش، عشان كده هتلاقي دايما الارقام عليه مختلف عليه، لان هو ما بيتاخدش دايما، والمفروض انه مع حد يكون تريند يعني، وفي مكان المفروض يكون مجهز للتعامل مع الانفلكسس. لو انا حصلت طب ازاي اقدر اتدخل؟ فالسيتنج ده غالبا بيبقى في مستشفى يعني. تمام يا دكتور. أسئلة بقى، عشان هي الأنمي بالنسبة لنا موضوع يعني ما فيش فيه حاجة جديدة كتير. يعني في ميل بيشنت 58 سنة عندها فتيج، في بيرنينج سنسيشن ان هير فيت في آخر 6 شهور، عملنا السي بي سي لقينا انكريزد ام سي في، which of the following is the most likely cause. يبقى أنا عندي زيادة في حجم كرات الدم ومعها نيورولوجيكال مانيفستيشن نيوروباثي، هو عامل لي بيرنينج سنسيشن. ايه المشكلة هنا؟ انهي تايب اوف انيميا؟ اللي هي الانادكويت دايتري ده ولا ايه؟ ثواني انا محتاجة اقراها. هو تاني الانيميا كم نوع الرئيسي؟ وعايز السبب، انا فاكرة بيدوها على العلاج. لا السبب في مايكروسيتك وفي ماكروسيتك، في نورموسيتك انيميا وفي نورموسيتك. ايه اهم اسباب المايكرو؟ المايكرو الايرون ديفيشنسي، وايه كمان لسه قايل لنا في الجدول اهو، الكرونيك ديزيز او كرونيك اه انفلاميشن. ما انا حاسه وللامانه الاستراتيجيه للامانه الكرونيك ديزيز ممكن تبقى مايكروسيتك وممكن تبقى نورموسيتك، بس يعني هنفترض انها مايكروسيتك عشان ما نتلخبطش. ايه السبب الثالث والمهم برضه ما قلناهوش؟ المايكروسيتك اه الهيموليتك، الهيموليتك لا الهيموليتك بتبقى غالبا نورموسيتك. تمام. مايكروسيتك يعني الخليه صغيره، يعني مش قادره تصنع الكومبوننت بتاعتها كويس، يعني يا اما بسبب نقص الحديد او بسبب ان الحديد ما بيوصلش بسبب الكرونيك ديزيز او بسبب سلاسيميا. مثال دي انيميا البحر المتوسط، مهمه جدا دي ما ننساهاش، لان دي عكس الايرون ديفيشنسي انيميا. هنا البيشنت عنده عنده حديد ايرون قليل، السلاسيميا بياخد بلاد ترانسفيوجن كتير فعنده حديد كتير، فانا لو اديت للبيشنت ده ايرون يبقى انا بضره اكتر كمان يعني. لا بالعكس، انا علاجه اصلا ايرون كيليتنج ايجنت. كيليش بالظبط كده. النورموسيتيك انيميا خلاص قلناها، من اهمها الهيموليتيك انيميا، والكورونيك ديزيز برضو ممكن يعمل لي الحكايه دي. طيب النوع الثالث ماكرو، الماكروسيتيك انيميا اه اهم سببين هو الانكريزد الام سي في ده اللي هو ايه؟ اللي هو المين كورباسكولار فوليوم، حجم الخليه الحمراء. اوكي كبير. طيب ما هي دي ماكرو. ايوه يبقى زي ما اميه بتقول البي 12 والفوليك. والفوليك ايه الفرق بين الاثنين؟ ما الاثنين نفس الاعراض، بيعملوا الاثنين ماكروسيتيك انيميا بس. البي 12 اه البي 12 مع النيورولوجيكال مانيفستيشن زي الحاله دي كده. طيب البي 12 بالمناسبة بينقص في حالتين، ايه هما الحالتين دول؟ عملية تكميم المعدة تقريبا. ايوه ليه بقى عملية تكميم بتعمل نقص في البي 12؟ عشان هو بيمتص في البرايتال سيل. اي بايوه ايه اللي بيطلع من البرايتال سيل؟ انت وصلتي البرايتال سيل يا اميه ما شاء الله. والله ما لاحظت من الاستولوجي، ما سمعتش الكلمة دي والله من أيام الاستولوجي يا شيخة ما سمعتها. الاستولوجي وهنا بقى تسمعوا معانا العجب يعني. احنا نقعد وتجايلي قول يا بيوي. صح يا دكتورة بتتكلم صح. ايه اللي بيطلع من البرايتال سيل بتاع الاستومك او الانترم؟
intrinsic factor هو الشرط اللي عشان يتحد بالB12 ويتم امتصاصه في الجيجنوم، صح كده؟ تمام. فعملية تكميم المعدة أنا بشيل جزء من الاستومك فبشيل الانترنسيك فاكتور، فالB12 ما بيقدرش يمتص. أو طبعا لو عملت عملية شلت فيها التيرمينال تيرمينال إليم برضو مش هيمتص. ده السبب الأولاني. أو السبب التاني وده الأقل بقى، إيه هو؟ هو الأوتو أميون. ده برضو نفس الفكرة، إن اللي هي البرنيشيس أنيميا. إيه اللي بيحصل في البرنيشيس أنيميا؟ نفس الحكاية اللي حضرتك قلتي، بس بدل عملية أوتو أنتي بادز أجينست الانترنسيك فاكتور. أيوة أجينست البرايتال سيل اللي بتطلع انترنسيك فاكتور، فبرضو نفس الفكرة. البي 12 ما بيقدرش يتحد بحاجة فما بيطلع زي ما هو. البرنيشيس أنيميا دي من اسمها بيسموها الأنيميا الخبيثة أو الأنيميا القاتلة، لأنها زمان كانت بتموت والناس مش عارفة السبب إيه. بيفضل يحصل ماكروسايتوزيس، بي 12 ما بيوصلش، ف نيورولوجيكال مانيفستيشن لغايه ما يحصل السيفير انيميا اوديسي. طيب ده السبب. في سبب بقى ماينور واحيانا برضو بيجي، البي 12 ده مصدره اصلا الاغذيه الحيوانيه، فالناس النباتيين اللي هي الاجابه سي دي، هي بتكون أيوة. الناس نباتيه. ايوه ستريكت فيجيتيريان. ستريكت يعني معناها مفيش اي مصدر حيواني خالص، لان في انواع من الفيجيتيريانز يعني المهتمة بالتغذية، في ناس بياخدوا بس لبن فقط او بيض فقط بيسموهم لاكتو فيجيتيريانز او اوفو فيجيتيريانز. لما المقصود ستريكت فيجيتيريان ما بياخدش اي مصدر حيواني خالص، فما بياخدش اي بي 12. ف بس ده سبب قليل. ليه بقى؟ لان اصلا البي 12 اللي انا محتاجه في اليوم كمية قليلة جدا عشان اوصل لمرحله ان انا بقى عندي بي 12 ديفيشنسي نتيجه نقص التغذيه. انا محتاج فتره طويله جدا، ممكن تقعد سنين. يعني هو هنا السؤال بقى ايه السبب؟ زي ما قلنا هي عشان عندها بس ده احنا زي ما قلنا في ترتيب الاهميه هو اقل. يعني هو ايه هو الاجابه؟ يبقى احنا اتفقنا ان هي بي 12 صح عشان عندنا نيورولوجيكال مانيفستيشن. ايه اللي فضل يمشي مع البي 12؟ لاك اوف انترنسيك فاكتور والفيجيتيريان دايت. والفيجيتيريان الفوليت زي ما قلنا ما بيعملش نيورولوجيكال مانيفستيشن. الجي اي بلاد لوس ما بيعمليش اصلا مايكروسيتيك انيميا. يبقى النقطه التفريعه زي ما قلنا الفيجيتيريان دايت زي ما هو بيقول هنا كده عشان يبدأ يحصل ديبليشن الستورز. نتكلم في سنين، 10 سنين فأكتر قبل ما يبدأ يحصل ديبليشن. هنا 6 شهور فترة قليلة عشان يحصل فيها الحكاية. عشان كده ليه احنا في البي 12 ريبليسمنت او سبليمنتيشن بنديه حقن؟ عشان احنا مش قادرين، او احنا طبعا كان بيتعمل زمان لو فاكرين في ايام البايكمس. ايوه عشان اهم سبب عندي هو الانترنسيك فاكتور ده، انا مش عارف هو موجود ولا لا. فلو اديته اورال والانترنسيك فاكتور مش موجود يبقى زي اللي تو. وان كان دلوقتي هما بينصحوا ان انا اجرب قبل ما ادي الحقن ادي الاورال. يعني كان زمان في حاجه اسمها شيلينج تيست لو فاكرين، كان بيتاخد البي 12 واشوف هو بيمتص ولا لا عشان اعرف فيه انترنسيك فاكتور ولا لا. بس الكلام ده طبعا ما عادش بيتعمل. يعني تمام. ميل بيشنت 65 سنة عنده روماتويد أرثرايتس كرونيك ديزيز is found to have a microcytic anemia. هذه anemia of chronic disease. عمل كولونوسكوبي من سنة فاتت كان نورمال والستول جواك تيست البلوت is negative. The most likely diagnosis. بيشنت عنده microcytic anemia و chronic disease. يبقى anemia of chronic disease. Chronic disease. السؤال اللي بعده ميل بيشنت 68 سنة لقيت incidental finding of anemia. هو أصلا كان hospitalized for pneumonia. عملت examination normal بس سمعت crackles على ال left lower lobe. عملت lab examination لقيت normal MMA ده اللي هو الميثايل مالونيليك أسيد بتاع الميتابولايت بتاع ال B12 و decreased serum folate level. هو السؤال ده ما يعني هو محطوط للأذى يعني. Which of the following is the best next step?
هل نورمال البيشنت ده معلش نورمال ايه؟ ميثايل مالونيليك اسيد من الميتابولايت بتاع البي 12؟ ده نورمال والفوليت هو اللي ديكريز. هل اعمل له الكي جي كويشنير ده حرفين بتاع ايه؟ طبعا برضه بيجي في انا الاسئله مش احيانا هفكر يعني. عشان انا مش فاهمه حاجه من الاقتياط ومش فاهمه اقول لك هو سؤال مؤذي يعني بصراحه، مش ظريف يعني، بس نبقى عارفين الكي جي كويشنير ده بتاع ايه عشان ده بيجي سؤال. ده بسأله لأي بيجنت الكحوليك عشان اشوف هل هو مدمن او مستخدم شره للالكحول ولا لا يعني. فانا اول ما الاقي في اجابة اشوف كده، طب هو في السؤال في حاجة لها علاقة بالالكحول اصلا؟ لا ما قاليش، بس اشك يعني. طب هل هعمل له اندوسكوب؟ واحد مفيش عنده حاجة انيميا اسمها في بليدنج ولا بالظبط، هل انا شاكك ان الانيميا هنا نتيجة بليدنج؟ ده انا اول معلومه عندي ان السيروم فوليت ليفل قليل. طيب اعمل سيروم ايرن؟ احنا قلنا اولا السيروم ايرن مضلل لان هو بيطلع في الحالتين، لو انا انيميا اوف كرونيك ديزيز او ايرن ديفيشنسي انيميا ممكن حالتين يطلع ممكن يبقى نورمال أصلا أو لو مع بعض لو، يعني. فما بقدرش استبعد، انا ما بقدرش اعرف منه نوع الانيميا. هل اعمل نيورولوجيكال كونسلتيشن؟ والله شكلها هي هو وأنا مش عارفة احنا دكتورة شكلها احنا نشيل الام ام اي ده ونحط بي 12، فهو نورمال. احنا قلنا اللي بيعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن البي 12. يبقى مش محتاج نيورولوجي، يبقى نرجع للألكحول. ايوه، هو بقول لك سؤال مؤذي عشان المعلومه اللي معتمد عليها السؤال ده ان هو الكحول بيقلل الفوليك اسيد ابسوربشن. وضحت ولا ملخبطه؟ إن شاء الله. ان شاء الله خير. اخر سؤالين اهو، هو ده توصيل يعني. ميل بيشنت 68 سنه، عنده انسيدنتال فايندنج اوف انيميا، برضه هوسبيتالايز بس نتيجه الكحول ابيوز. فهو بيقول لي بقى لو عملت هلاقي نورمال ام ام ان شيله ونحط مكانها بي 12 يعني، وديكريزد فوليت، ولا البي 12 هيبقى اليفيتد او الميتابولايت بتاعه يعني بس ديكريزد سيروم بي 12 ليفل. لا خلاص، ما هي أول واحدة هو كده خلاص عرفنا اللي فيها. كده اتأذينا خلاص يعني. طيب ميل بيشنت 67 سنة، عنده ديزنس وبوزيتيف ستول بلود، يعني هنا في بليدنج، يبقى انا متوقع لو لقيت انيميا هلاقيها من انهي نوع؟ ايرون ديفيشنس يبقى اللي هي بيبقى مع، المايكروسيتيك يعني، ايوه بيبقى معاها يبقى دي هتلاقي الايرن بالظبط. قليل والفيريتين قليل والام سي في قليل. بس حلو كده ولا زعلنا؟ لا دول حلوين صح. طيب الحمد لله. كده دي خلصت، لو عايزين ناخد كمان واحدة تمام، لو تعبنا كفاية ونكمل بكرة إن شاء الله زي ما نكمل تحبوا. بكرة إن شاء الله لو ينفع، لو انتم تمام يعني. طيب بإذن الله نبدأ بكرة من 10 برضو يعني. النهاردة كان لسه مش السرعة اللي عجباني، بكرة هيبقى أسرع شوية من كده. لو عايزين ننزلها زي ما بنزلها مكتوبة تاني، أو لو عايزين نقراها ونيجي نحل على طول زي ما انتوا عايزين يعني، زي ما تحددوا اللي يفيد، لأن أنا بحس إن الأسئلة المكتوبة بتعقد الناس يعني، مش عارف ليه. ان هي تنزل على الجروب يعني ونحلها. يعني هي لا الموضوع بالعكس، بيبقى ما لطيف، أحسن يعني نكمل كده. خلينا كده أنجز. طيب خلاص تمام، بإذن الله نكمل عليها بكرة بالطريقة دي، وإن شاء الله لو حد يحب يبص عليها قبل ما نيجي بحيث إن إحنا نحل أسرع يبقى أحسن كمان يعني. تمام، أشوفكم شكرا على يا خير إن دكتور. شاء الله. شكرا خالص، ربنا يبارك فيكم يا رب، توفيق، شكرا. سلام، شكرا. سلام.